حياكم الله مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من قلب العاصمة الأثيرة بغداد. بغداد قوم يا ابنة القمر، يا حبيبتي، يا شمسي، يا ترحال، يا سفر، يا هيبة الشعراء والصور. غنتك فيروز اشتهاء ندى، فتقطر التاريخ من وتري. إن العراقيين عشقوا أرضهم نقشا على الحجر. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من بغداد الحبيبة من برنامج بيت للكل، هذا البرنامج العربي الذي يعرض من خلال 4 شاشات، القناة المصرية والقناة الأردنية والقناة الفلسطينية والقناة العراقية العامة. اليوم زملائي في برنامج بيت للكل وصلوا إلى بغداد، وصلوا إلى العراق بلدهم الثاني. بالبداية في حلقتنا أكو مفاجآت كثيرة، وخاصة حلقتنا اليوم مليئة بالنغم والإحساس والمقام العراقي وكثير من الأغاني المهمة. خليني بالبداية أتحمد السلامة لزميلتنا شافكي، لأن كانت مرت بأزمة صحية معينة، نقول الحمد لله على السلامة ونورتينا يا شافكي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أحمد، نورتينا. الله يسلمك. نورتينا ببغداد. أيضا مشاهدينا خليني أرحب بزميلتنا من أردن النشامة شهد، اللي انضمت إلى أسرة وعائلة برنامج بيت الكل. راح تكمل ويانا أيضا مسيرة برنامج بيت الكل، وأكيد هناك تفاصيل مهمة. فنقول لك مساء الخير ومنورتنا، مساء الورد والنور والسرور، بادرة خير من بغداد، المحبة والطيبة والسلام. يا هلا يا شهد. أهلا. خليني أخذ من أحمد الكلام الجميل ده وأمسي عليك يا أحمد وأهالي بغداد وأهالي العراق، وأمسي على بيت للكل ومشاهدينا اللي وحشوني أنا كمان. لكن في البداية الزميلة العزيزة المشرقة شهد، أهلا وسهلا بيكي تكملي المسيرة في بيت للكل. أهلا وسهلا بيكي. أهلاً. وطبعا ياسمينتي اللي يعني ما أقدرش أستغنى عنها دايما. أهلا ياسمين، الحمد لله. رحلتنا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ياسمينة. الله يسلمك. رحلتنا للعراق دي الرحلة الثانية لبغداد العراق، ولكن في كل مرة بتلمس تعمير، بتلمس ابتسامات على الوجوه، بتلمس أمل، بتلمس بأنه الطريق إلى الأفضل والأحسن. وفي كل مرة بنزور فيها العراق بتحس كده وانت بتضب بالشنطة زي ما بيقولوا، أو بتقفل شنطتك في مصر وبتطلع على المطار، وبنلتقي جميعاً أول ما بنوصل بتحس إنه التقاء عربي. يعني ألو أهلا يا أحمد من العراق إحنا وصلنا، ياسمين من فلسطين بتطمن عليها وصلنا، وأكيد شهد كمان أهلا بيكي من الأردن. فريق عمل بيأتي خصيصا لدولنا العربية على هيئة برنامج وعيلة كبيرة. كمان أنتم مشاهدين بدولنا الأربعة تشاهدونا على الهواء. كل شيء بنيجي هنا البرنامج تطمنوا أكتر على العراق، تستمتعوا بالعراق، تستمتعوا بكل ما فيها من تاريخ، حضارة، وأيضا يعني غد مشرق وجميل بإذن الله. أهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من بغداد العراق. الله الله يا شافكي، يعني بعد كل هالكلام الجميل من أحمد والكلام الجميل منك، اللي ممكن نحكي فيه شعر عن بغداد اللي أسرتنا بجمالها بمحبتها، بغداد التي أصبحت ترنيمة العشاق التي نتغنى بها، بغداد موطن الحب المقيم فيها، فهي سطر العروبة في تاريخنا العربي. بغداد الجميلة وما أجمل الكلام فيها وعنها وعليها، حين قال نزار قباني: بغداد جئتك متعبا كسفينة، فجراحي كلها وددت أن تضمضيها. بما معنى بغداد تلخص الحسن فيك وفي وجنتيك، بغداد يا بلد الجمال وموطن الأدب والثقافة وكل شيء جميل. يا أحمد أبدعتي أبدعتي حبيبتي، ويعني أهلا وسهلا بكم أكيد جميعا، وشكرا على هذا الترحيب. شكرا شافكي، وأهلا فيك أحمد، وأهلا ياسمين، وأهلا أكيد بجميع فريق العمل بهذه الحلقة من بيت للكل. أتشرف حقيقة بالانضمام إلى هذا البيت العربي الأصيل، بيت للكل الذي يجمع العرب لأول مرة في إنتاج عربي مشترك. جئت من الأردن، جئت من وطن الأحرار، جئت إلى بغداد. بغداد يا بغداد، بغداد والشعراء والصور، فعيناك يا بغداد أغنية يغنى الوجود بها ويختصر. حقيقة أصالة وتاريخ وحضارة هذا البلد العظيم
لمسته ورأيته في كل التفاصيل في هذه الزيارة الأولى، وبلا شك لن تكون الأخيرة. إن شاء الله. فأهلا بكم جميعا في بيت للكل. شكرا لك يا شهد. طبعا بعد هذا الكلام الجميل اللي بدأ من شافكي وياسمين، حقيقة إحنا محبتنا واحدة، مصر هذه العظيمة بالحضارة الكبيرة اللي حققت الإنجازات على كل الأصعدة، وأيضا أردن اللي دائما نقول هذه البنية نشمية وهذا الرجل النشمي، الأردن وهذه الملوحة بالكلام، فهذا بلدكم بغداد، وأيضا فلسطين، سفيرة فلسطين اللي هي ياسمين، حقيقة هذا البلد اللي عانى ما عانى لسنوات طوال بسبب الاحتلال، ونتمنى حقيقة بأن يكون غد مشرق لفلسطين، هذه المدينة الثرية بكثير من المعالم الحضارية بالإضافة إلى فنها وثقافتها وأدبها. كل هذه البلدان هي بلدان واحدة، وأنتم مو ضيوف، بغداد هي بغدادكم والعراق هو عراقكم، وكلماتكم النابعة من القلب لامست شغاف قلوبنا حقيقة، فأهلا وسهلا بكم في بغداد. أريد أتحدث عن هذا المكان اللي إحنا اليوم نسوي به الحلقة الخاصة، هاي المحطة العالمية للقطار. هذه المحطة عام 48 وضع حجر الأساس إلها. هذا الطراز المعماري اللي نشاهده في الباكجراوند هو حقيقة على الطراز الإنجليزي. وجود هذه الساعتين اللي فوق هي بالعربي موجود مكتوب عليها وبالإنجليزي أيضا. هذه هي ساعات والبناء كل المعماري إلى شبيهين، شبيه في الهند وأيضا موجود في لندن نفس هذا الطراز المعماري اللي موجود، حتى يعني صوت الساعة اللي موجود هنا هو شبيه لساعة بيجبن في لندن. فهذا المكان هو يعتبر المحطة الأساسية في جانب الكرخ من بغداد اللي تنطلق من عند القطارات. ياما وياما شعراء العراق كتبوا عن القطار وعن الانتظار وعن الترقب، دائما لحظات السفر والوداع بها كثير من الأحاسيس اللي تحمل داخلها دفء وشجن الوداع، بالإضافة إلى بعض الدموع الممزوجة بوداع الأحبة. فهذا هو المكان الحقيقي لكل قطارات بغداد. أكيد. خلينا على فكرة، المكان موحي وجميل وجماله في التاريخ، عندما كتب التاريخ عن هذه المحطة الجميلة العتيقة اللي صممت. وخلينا نقول للناس زي ما قلت أنت يا أحمد إنه هذه ساعات والشبيهة بساعة بيج بن الشهيرة، ولكن هذه الساعة تاريخياً تعطلت لفترة، ولكن تم إعادتها مرة أخرى وتم العمل بها مرة أخرى، وهي الآن تدق للوقت وتدق أيضاً للمستقبل. وأنت في بغداد أحياناً كمان ليست فقط الموسيقى، أنت ترى التاريخ طول الطريق، من أبنية، من عمارة، من لوحات، من جداريات، من جمال طول الوقت. والتاريخ في بغداد يحكي عن مشوار طويل لحضارة كلنا تربينا عليها. كم قرأنا عن الدولة العباسية، كم قرأنا عن تاريخ بغداد وبابل، وكم عشنا في القصص، وكم قرأنا للشعراء، وكم تغنى الشعراء عن القصائد. يقول الفيلسوف، اسمعوا بقى الحدة دي، يقول الفيلسوف اليوناني أفلاطون: إذا أردت أن تعرف دولة وتعرف تاريخها فعليك بموسيقاها. ونحن اليوم هنعيش في هذه الموسيقى، تنوع غناء في العراق. الموسيقى متنوعة بين الجغرافيا والتاريخ، متنوعة بين المقامات ومتنوعة بين الآلات. في العراق تغني وتكتب قصائد، واليوم هو يوم الموسيقى والغناء. أكيد يا شافكي، يعني بغداد جئتك كالسفينة متعبا أخفي جراحي وراء ثيابي. بغداد رأيت الحسن بكل ألوانه، لكن حسنك لم يكن بحسابي. هذا المكان وهذا التجلي الجميل للأغنية واللحن والإيقاع وضبط دقات الساعة مع نبضات القلوب ومع اللحن والإيقاع والموسيقى الذي سنشهده في هذه الحلقة، لن يكون أجمل من صورة نراها فقط في بغداد. هي بغداد المحبة، بغداد الكرم، وبغداد التنوع الثقافي والتناقض في كل شيء، في الجمال، في المناخ، في الموسيقى، في المكان الذي حوى كل هذه المعالم وكل هذه الحضارات لتتجلى اليوم ولنسمعها من خلال الألحان التي سترافقنا. بغداد التي حملت كل هذه التناقضات بجمالها، بمكانها، بسهولها، بجبالها، وكل شيء جميل احتوته لتعكسه على الموسيقى. هي عدة منابع صبت في جمال منبع واحد. هذه هي بغداد التي اختصرت كل شيء جميل وكل شيء مبدع وكل لحن ساحر، تجمعنا اليوم على أرضها وفي هذا الفضاء الجميل الذي ارتبط بها أيضاً.
نعم ياسمين، واليوم في هذه الحلقة يسعدنا بكل تأكيد أنه الفرقة الوطنية للتراث والموسيقى العراقية تكون حاضرة معنا. بحييكم فرداً فرداً على جهودكم أكيد، ورح تكونوا طيلة هذه الحلقة معنا لتقدموا وصلات غنائية وموسيقية رائعة. وكنا بنعرف بأن الموسيقى العراقية تتميز ببراعة التنقل بين المقامات، واليوم رح نستمتع مع بعض ونعيش أجواء ولا أجمل مع هذه الفرقة الرائعة. طبعاً يا شهد، بعد كلام شافكي وكلام ياسمين، حقيقة الرباعي الممثل في مصر اللي سحرتنا بمقطوعات موسيقية مهمة، ملحنين مهمين بمصر، أثرت الذائقة العربية بكثير من المقطوعات الموسيقية المهمة والأسماء المهمة اللي خلدت تاريخ محمد عبد الوهاب وأم كلثوم عبد الحليم. صحيح. من المطربين ومن الملحنين، هناك ثالوث مهم مرعب في القاهرة جدد الأغنية وقدم يعني أغاني خلدها التاريخ ما تنتهي إلى يومنا هذا. وأيضا الواحد جميلة في فلسطين، هذه الأغاني والأصوات المهمة اللي قدمت وأثرت الذائقة الفنية اللي كان قبل عام 48 قبل الاحتلال كانت تزهو بالأصوات المهمة، إلى اليوم تنشد، لكن تنشد من أجل بأن تكون فلسطين مستقرة آمنة، تتخلص من إرهاب الاحتلال الإسرائيلي إن شاء الله وتعود. وأيضا أردننا، أردن النشامة، هذه الدبكات والوصلات الغنائية الجميلة الممزوجة بين سحر كل البلدان العربية، بالإضافة اليوم إحنا المفاجأة اللي عندنا هي الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي بقيادة المايسترو علاء مجيد. حقيقة أصوات من الشباب من العازفين ومن الأصوات العراقية المهمة اللي حقيقة أثروا الذائقة العراقية بكثير من الأشياء المهمة، فإحنا مو بعيدين عن كل بلداننا العربية لما قدمتها من الموسيقى. والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب قال كل الموسيقى تدور في الموسيقى المصرية إلا الغناء العراقي، والموسيقى العراقية تدور حول نفسها، لأن إحنا نحتوي على المقام العراقي بالإضافة إلى الأطوار اللي موجودة من شمال العراق إلى جنوبه بأطوار وأصوات مميزة. خلينا استسمحكم دقائق إحنا وياكم المشاهدين نتابع تقرير من العراق عن الأطوار الغنائية العراقية أو الموسيقى العراقية بشكل عام، وبعدها نكون متواصلين من برنامجنا بيت للكل. فوقي من الخم فوق طول العمر أبقى إلك أتلقى. الموسيقى في العراق ألوان متعددة وأطوار مختلفة وإبداع مستمر. المايسترو علي خصاف أحد قادة الأوركسترا في العراق تحدث عن هذا الموروث الموسيقي. خصاف وهو يعزف على آلتي العود والكلارنيت أخذنا إلى أهوار الجنوب وجبال الشمال وتراث بغداد وبوادي وصحراء الغرب والشرق. لو نقسم العراق كمناطق بالجنوب نشوف لون اكو، بالوسط نشوف لون، بالشمال نشوف لون، بالغربيه نشوف لون، وهذا حقيقه يضيف للاغنيه العراقيه والموسيقى العراقيه ثراء جميل بين المقام، بين الاغنيه البغداديه، بين المربع، بين البستات البغداديه، بين الالوان الريفيه، الاطوار الريفيه، لانه كل طور وكلمه طور يعني كل طور يختلف عن طور، وطور ممكن يسمى بمدينه معينه، شطراوي نقول، محمداوي. الملحن علي سرحان الذي لحن لفنانين عراقيين وعرب قال إن التنوع الموسيقي هو ميزة الفن العراقي الذي يعتبر أيقونة للفنون العربية والعالمية، فالأغاني التراثية ما يزال لونها يتجدد، أما الشبابية منها فبعضها متمسك بالأطوار المعروفة. بطن عربي في عازفين عود يعني ماهرين، لكن أنت من تسمع العود العراقي تحس هذا لون عراقي يعني هو يعني. وأنا طبعا عندنا فنانين كبار اللي هم أستاذ علي الإمام، أستاذ ناصر شمة، سلمان شكر، جميل بشير، أستاذ منير بشير، تبقى البسحة العراقية موجودة سواء يعني بال مو بس العود بأي آلة موسيقية. أنا حكيت لك يعني قلت لك الفن العراقي هو عزيز وأيضا يعني يملك خزين بحر للموسيقى. مهما تنوعت الفنون الموسيقية يبقى الطرب العراقي الحاضر الأبرز في المحافل العربية والعالمية، وكما قال موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب إن جميع الأغاني العربية تدور في فلك الأغنية المصرية إلا الأغنية العراقية فلها ما يميزها عن مثيلاتها
من الأغاني لبرنامج بيت الكل. حسن الفواز، بغداد. لما الموسيقار سيد مكاوي كان بيغني وهو ماسك عوده وبيقول الأرض بتتكلم عربي، كان دايماً بيحلم بأنه مش بس الأرض تتكلم عربي، لا وتغني عربي. النهاردة هنغني أحلى الأغاني العربية مع العراق ومع المقامات ومع الأصوات في ليلة غنائية جميلة بديعة مع التاريخ من محطة القطارات العالمية. هنعيش هذا الغنى من خلال الفرقة الوطنية للتراث والموسيقى العربية العراقية. تعالوا نبدأ مع هذه الفرقة العظيمة. Thank you.
أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد، وأجمل ترحيب لكم جميعا. ينضم إلينا في بيت للكل المايسترو علاء مجيد، رئيس وقائد الفرقة الوطنية لتراث الموسيقى العراقية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، نورتنا في بيت للكل. وبداية نتحدث عن هذه الفرقة، وبلا شك هي ساهمت بشكل كبير في إعادة وإحياء الموسيقى الكلاسيكية العراقية إلى الساحة الفنية. وبكل تأكيد وباعتقادي الشخصي، كل شخص بهذه الفرقة من فنان وعازف لديه قصة وحكاية. نتحدث في البداية عن تاريخ هذه الفرقة وعن هذا التجمع الرائع والانسجام المميز. نعم، أولا شكرا جزيلا على هذا اللقاء اللي أتشرف به، سيما وأن هذا البرنامج يظهر ويعرض في قنوات عربية عديدة في الأردن وفلسطين ومصر والعراق. بخصوص الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي، قمت بتأسيسها شخصيا في البداية منذ سنتين تقريبا، وقبل أن تتبناها وزارة الثقافة العراقية هنا، كل الشباب والشابات حضروا بشكل طوعي إيمانا منهم وحبا منهم بالتراث العراقي والهوية الوطنية العراقية. الآلات المستخدمة الحقيقة آلات تراثية، يعني أغلبها من أصل أصول عراقية، يعني سومرية بابلية أكادية وهكذا، وهي العود والقانون والناي والجوزة والسنطور، بالإضافة للدفوف. الفرقة تتميز كونها أولا تقدم التراث العراقي فقط حصرا، وفي نفس الوقت الفرقة تتميز كونها تغني وتعزف في آن واحد. الفرقة أيضا عدد 50 أو 51 شخص، وقابلة للتوسع بحدود 10 إلى 15 شخص في المستقبل. نقدم احنا الموسيقى الكلاسيكية العراقية، التراث العراقي، المقام العراقي، وكل المكونات العراقية من الشمال إلى الجنوب، بكل تنوعات المجتمع العراقي وقومياته وتراث الفني وال... أستاذ علاء طبعا منورنا ومساء الخير عليك، وحقيقة هذا المشهد المميز للفرقة وحضورك المبهر أيضا. نتحدث عن الموسيقى العراقية اللي حقيقة الكثيرين يعرف بأن هي الموسيقى العراقية، المقام العراقي، بالإضافة للأطوار العراقية اللي نغنيها في كل محافظاتنا. اليوم نتساءل، نتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطوعات مميزة للفرقة تعرض بأغاني العراقية وكأنما نسمعها لأول مرة، هناك تجدد. شنو الإسقاطات اللي خلاها المايسترو علاء مجيد على هذه الفرقة بانتقاء الأغاني واختيارها؟ نعم، حضرتك تعرف التراث العراقي أو التراث بشكل عام لا يمكن التلاعب فيه. يعني لما نتكلم عن تراث مصر مثلا، إذا افترضنا تراث سيد درويش، لا يمكن لأحد أن يتلاعب فيه أو يغير مود أو يغير الجمل اللحنية. ممكن التغيير يتم، أو إذا ما أسميناه أو إن صح التعبير، أنه الإضافات للتراث هي بالصورة، بالصوت، بالتكنيك، بالملابس، بالأشياء الأخرى المكملة، حتى تظهر التراث بصيغة جميلة وبصيغة مقبولة لدى الجيل الجديد. أنا شخصياً ما أضفت شيء على التراث العراقي، التراث كما هو، لكن أحياناً أضيف بصمات معينة في البدايات أو القفلات، النهايات، الأغاني، أو لمسات معينة ضمن الغناء، لكن التراث كما هو، لأن هذا يعتبر رسالة ويعتبر أمانة لا يمكن لأحد أن يتلاعب فيه، لأن هو ملك لأصحابه طبعاً. اللي خلقوه واللي يظل أدنى عشرات بل مئات السنين، فلا يمكن أن نكون إحنا نجي نغير اليوم بطريقتنا اللي نعتقد أنها هي صحيحة، لأن الموسيقى هي ثابتة في الروح وفي العقل ومع كل زمان ومكان. حتماً. أنا بدي أخذ منك عشان نستمع لما يعلي مزاجنا الروحي اليوم ويعلقنا في هذه الأرض ويفتح لنا نافذة لنرى النور في نهاية هذا النفق. دعونا نستمع للفرقة معاً وسوية وأغنية من اختيارك مايسترو علاء. خلونا نسمع الآن أحد الشباب اللي هو إسماعيل يغني إحدى أغاني التراث اللي سبق وأن غناها
المرحوم ناظم الغزالي. الله طبعا. فنستمع سوا. نستمع للأصالة. الحقيقة استمتعنا جدا وبنشكر الصوت الجميل إسماعيل مصطفى وطبعا ناظم الغزالي، يعني مفيش أجمل من كده. أنا عايز أخد حضرتك مايسترو، ويعني لما نتحدث عن الفن ونربطه كمان بتاريخ الأوطان خصوصا الأغنية الوطنية، الأغنية الوطنية مهمة، وجودها زي السلاح بالضبط، لأنها بتعمل شحذ للهمم، بتعمل كمان تسليح للنفس، وبتعبر عن الشعوب. يعني أفتكر إن إحنا في كل الأزمات أو في كل الحروب كانت دايما الأغنية الوطنية المصرية هي بمثابة ترديد لما يدور داخل الأنفس. يعني كان الفن بيعبر زي الجندي اللي بيعبر كمان وبيدافع عن البلد بالسلاح. فإزاي قدرتم من خلال هذه الفرقة الجميلة الرائعة اللي أنا شايفاها، واللي سعيدة كمان بكل السيدات الفضلايات والأنسات والشابات، أنا ببقى سعيدة بوجود المرأة دايما في كل مكان. فإزاي قدرتم تعبروا عن روح الوطن وروح الشعب العراقي بأغاني وطنية جميلة تسنده وتقف جنبه؟ حضرتك، أنا أعتقد شخصيا أنه الأغنية التراثية اللي تعبر عن هوية الوطن وتعبر عن تراث الوطن وتاريخه هي بمثابة أغنية وطنية. طبعا يعني احنا اليوم لما نتكلم عن أي قضية لها علاقة في تراث مصر أو العراق أو فلسطين أو الأردن أو هكذا، أي قضية تمس التراث هي تمس الوطن بالنتيجة. طبعا. هي تخلينا نقترب أكثر للوطن، نحب الوطن.
اليوم أنا أعتقد الأغنية الوطنية، أعتقد شوية زمان الأغنية اللي نسميها التحريضية اللي هي الأغنية المقاتلة، أعتقد الآن مو وقتها يعني 100%. اليوم أعتقد إحنا كلنا يعني في حاجة إلى أنه نكون نحب وطننا أكثر ما أنه أحيانا يعني اليوم حتى في فلسطين المحتلة إحنا اليوم نحتاج أنه نثقف مواطننا ونشحذ فيه أنه هذه أرضنا، هذه ثقافتنا، هذا تراثنا، هذه رقصاتنا، هذه أغنياتنا، أكثر ما أقول له أحمل السلاح وأطلع أقتل. طبعاً طبعاً. لذلك اليوم أعتقد الثقافة الوطنية هي أفضل من الثقافة التحريضية. أنا شخصياً حتى الأغاني الوطنية اللي نستخدمها أحياناً تكون أغاني وجدانية تتكلم أو تتحدث عن الوطن بطريقة فيها جمالية، زي أغاني عبد الوهاب. عبد الوهاب ما كان يعني أغاني ثورية تحريضية، والله وعرفنا الحب والحب في بلدنا تعلمناه، أغنية عاطفية مثلا، وكأنه كان يغني يتغزل بالوطن. أنا أعتقد اليوم إحنا في حاجة إلى أن نحب وطننا، نؤمن في وطننا، نقترب من وطننا أكثر من حالة أنه الموت، نؤمن بحالة تحريضية. أيوة. نحمل السلاح ونقتل ونفجر نفسنا. يعني أنا بدي أخذ منك مايسترو علاء ونروح لفلسطين. نعم. دعونا نشاهد هذا التقرير من فلسطين. كانت فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 واحة للفن والموسيقى، يحج لها نخبة الفنانين العرب ليحيوا الحفلات في مدنها الساحلية العامرة. يعني الموسيقى الفلسطينية قبل النكبة كانت عبارة عن زجل وموسيقى شعبية. كانت فلسطين برضو مركز لإصدار الفنون والأغاني والموسيقى من جميع الدول العربية، يجوا يبلشوا أول عروضهم في هون في فلسطين. طبعاً اختلفت الأمور، اتحجمت الموسيقى عن النشاط، خف شوية كثير في الفترة هاي. الموسيقى في بلاد الشام ومنها فلسطين أخذت الطابع الشعبي الزجلي، متوارثة الذوق الفني الأصيل في مواسم الحصاد والأعراس والمناسبات الوطنية. أول شيء الموسيقى الفلسطينية والأردنية واللبنانية والسورية كلها موسيقى واحدة، يعني موسيقى بلاد الشام، ويعني هي يمكن تختلف شوي باللهجات ولكن الموسيقى كموسيقى هي واحدة. تطورت بكل بلد مع تطور الأزمان، أخذت اتجاه شوي مختلف، ولكن لا احنا مختلفين عن انواع الموسيقى الثانيه مثل مصر وتونس والخليج وهالشغلات. فبتحس انه موسيقتنا هم لما بيسمعونا من بعيد بيسمعوها كلها موسيقى واحده، اللبناني او الاردني السوري الفلسطيني بحسوه نفس الشيء، ما بميزوا حتى اللهجه. فلا احنا تقريبا مترابطين ونفس الشيء. اوقف الاحتلال الاسرائيلي عجله الفن والموسيقى الفلسطينيين لتعود عجلة الإبداع للدوران مع الثورة الفلسطينية واندلاع الانتفاضة الأولى، تغني أمجاد شعب وتعزف لحن الحرية الخالد. بعد النكبة طبعا كنا مع الأردن، فكنا احنا والموسيقى الأردنية تقريبا موسيقى شعبية بتحكي عن المخلوطة بين الزجل والموسيقى الفلكلورية. بعدين بعد الاحتلال الإسرائيلي للنكسة فصارت الأمور شوية في إهمال في الموسيقى أو تراجع كبير، لغاية ما الانتفاضة أحيت الموسيقى الوطنية، فبرز أكم مؤلفين من الضفة الغربية من فلسطين ألحان وأغاني، كانت كلها تلحين أغاني أكثر من الموسيقى، كلها موسيقى وطنية، وبس كانت في برضو في إطار الموسيقى الشعبية.
نؤمن جميعا بأن الفن رسالة. وبعد أن شاهدنا هذا التقرير من فلسطين الحبيبة مايسترو، حدثنا أكثر عن الفن، كيف نصل أو نوصل من خلاله الرسالة التي نريد؟ يعني الفن وبالذات قضية الموسيقى والغناء حقيقة أقرب وسيلة وأسرع وسيلة لإيصال صوتنا، يعني أكثر من باقي الفنون أعتقد، يعني لأنه هي تتحاكم مع أو تنسجم مع ضمير الناس وروح الناس ومشاعر الناس. أنا أعتقد اليوم لذلك أسرع شيء أن توصل للناس هو الأغنية الوطنية والأغنية التراثي وهكذا، يعني أكثر من الفنون الأخرى حقيقة. اليوم قضية أيضا الفن الملتزم إن كان أغنية وطنية أو أغنية تراثية أو أغنية حتى توجيهية. أحيانا إحنا اليوم بالمناسبة إنه إحنا اليوم في الوطن العربي للأسف خسرنا بعض المواصفات أو بعض الجوانب اللي إلها علاقة بالغناء، أغنية الطفل مثلا، أغنية رمضانية، صحيح، أغنية الـ 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 اللي لها علاقة مثلا إحنا من 50-60 سنة ماما زمنها جاية ما جت أغنية بعد ماما زمنها جاية، محمد فوزي. اليوم أغنية رمضانية إحنا خسرناها، يعني حتى الأغاني الرمضانية محمد عبد المطلب وغيره هم مجموعة من الأغاني توقف عندها، توقف طبعاً، أصبحت أغاني تراثية. يعني إحنا ولو يعني الحوار اتجه، بس خليني أأكد لك هذا الموضوع، هذه مسؤولية دولة، مسؤولية دول، مسؤولية وزارات ثقافة. من المعروف مايسترو بأن الموسيقى لغة عالمية، وفي هذه الحلقة بكل تأكيد وصلت هذه الموسيقى وهذه الأغاني الرائعة إلى قلوب جميع المشاهدين من كل مكان في الوطن العربي. دعنا نتحدث عن تفاعل الجمهور، يعني عندما تكون مايسترو وقائد لهذه الفرقة تشعر بالفخر أعتقد عندما تشاهد أن الجمهور متأثر بما تم تقديمه من وصلات غنائية وموسيقية. نتحدث عن تفاعل الجمهور على مستوى محلي ومستوى إقليمي أيضا في دول أجنبية عديدة، كان لكم العديد من المشاركات كما أعلم. نعم، يعني أنا أعتقد كل شيء في أصالة بشكل عام يكون في بصمة، في ارتباط بالجمهور، في حتما ما في كلام. إذا كان ملبس في بصمة، إذا كان أغنية، إذا كان شعر، التراث دائما، لأنه هذا إلى علاقة بقضية الجينات وإلى علاقة بثقافتنا وإلى علاقة في روحنا، فهو أقرب ما يكون يعني لنا. أنا تجربتي حقيقة في السويد، أنا كنت يعني أسست فرقة طيور دجلة في السويد، وعندي تجربة كبيرة في موضوع الجمهور الأوروبي بشكل عام، وفي نفس الوقت في لندن أسست أكاديمية الموسيقى العربية، أسست فرقة الغناء العربي، فعندي هذه الفكرة. تخيلي إحنا نعتقد أنه إحنا نحاول نقلد الغرب بالآلات الموسيقية، وبهذه الحالة حتى نتقرب لهم. فعملت تجربة مع الفرقة الأوركسترا السيمفونية السويدية، وكانت بالنسبة لي تجربة كبيرة ومهمة ومؤثرة بالنسبة لي، لكن تفاجأت أن ردة الفعل للجمهور لم تكن مثل ردة الفعل لما كنت أقدمه بآلات تراثية. جميل. وأنا اصطدمت بقضية بواقع أنه ما كنت، إحنا خاصة العرب عندنا عقدة الغرب، والعكس هو صحيح بالنسبة لعقلية الغرب. الغرب هي صورة نمطية، هم يريدون يشوفون تراثنا، صحيح، هم يريدون يشوفوا آلاتنا، طبيعة، لأن هم شايفين الكمانجا والبيانو، هذا ما يعني لهم الأمر، يعني لهم العود والقانون والناي والدفوف وهكذا. خاصة وأن الجمهور الأوروبي جمهور عادة فضولي بالتعلم، يعني يحب يتعلم، يحب يشوف. فأعتقد أن موسيقانا وتراثنا وأغانينا جدا مؤثرة وجدا يحبوها، بالعكس يعني يحبوها من باب الفضول، لا، واحيانا كمان يستغلوها دون الحقوق، صحيح، دون رجوع الى الحقوق. بالضبط. يعني احنا في العالم العربي ننتبه للحقوق، صحيح، ولكن هم يستغلونها دون ان يرجعوا هم الى حقوقنا، في لان هم احنا قضية الحقوق الفنية الـ يعني احنا بالوطن العربي بشكل عام ما مهتمين بقضية الملكية الفكرية الموجودة في فرنسا، منظمات، أيوة، معنية بهذا الأمر، إحنا ما نهتم بهذا الموضوع. ف
فلذلك ممكن يستغلوا أغاني ويشتهروا حتى بيها يعني. طبعاً. صحيح. أستاذ علاء، اليوم يمكن تحمل مسؤولية كبيرة أنت من خلال وزارة الثقافة والفرقة، اليوم عبء كبير عندما حدثت أحداث مزعجة بالعراق بعدما عادت بابل رفع هاشتاغ كبير بغداد تغني، إذن هي اللغة المفهومة لدى كل العالم وهي صاحبة المسؤولية بتقديم العراق وإعادته إلى المشهد الثقافي والسياسي والأدبي. اليوم شنو المعوقات اللي تعاني من عندها وشنو الخطط المستقبلية اللي تحاول من خلال وزارة الثقافة أن تعطيها لهؤلاء الشباب، وأيضا تنضيج الأغنية العراقية في زحمة الأغنية السريعة والربكة الحاصلة في الموسيقى العربية بصورة عامة مو فقط على العراق؟ حضرتك أستاذ أحمد تعرف اليوم في كل مجالات خاصة الإبداع في معوقات، يعني نتكلم عن المسرح هناك معوقات طبعاً. عن الإعلام معوقات. إحنا كبشر إذا نلتفت للوراء وننظر للمعوقات لازم نقعد ببيوتنا وما رح نشتغل. صحيح. إحنا مشكلة الإعلام وحضراتكم تعرفون إحنا بالوطن العربي عدنا عقد من النجاح الإعلامي والمبدع والفنان بشكل عام، المبدع يكون أمام الأضواء فتكون عليه النظرة فممكن يحارب، ممكن يحسد طبعاً، ممكن وهكذا. أعتقد إحنا إذا نبقى ماسكين موضوع أنه أنا محارب لازم نبطل نشوف نشتغل غير الشغل. أنا أفترض من الطبيعي أنه الحرب والغيرة موجودة فما ألغيها، أعتبرها موجودة واشتغل. ما وجدنا الأعداء والنقد أنت مو ناجح أيضا، لذلك أنا أعتبرها جدا طبيعية، إذا أنظرها لازم أتوقف. طيب بالضبط. أنا عايزة أرجع لي أولا كل ما ببص على يعني بجد العازفين الجمال المهرة اللي موجودين هم كلهم نجوم، يعني كل عازف ماهر على على هذه الآلات الشرقية الحبيبة. بس أنا عايزة أرجع لفكرة المايسترو. يعني أنا فاكرة كويس قوي في التاريخ لما كنا نشوف عبد الوهاب وهو يقود أوركسترا كان المايسترو ملك. وبعدين يعني كان حتى عبد الحليم لما يحب يدلع جمهوره يقود أحيانا فرقته حتى في وجود يعني الفرقة المسيحية. مصر كان ليها تجربة من يعني في العام الماضي المايسترو نادر عباسي لما قاد الفرقة والأوركسترا ولونها أوركسترا كلاسيكي سيمفوني وقدروا يعني يقدموا للشعب المصري حتى البسيط موسيقى من وحي الموسيقى الفرعونية الجميلة. فلقينا إنه الناس بدأت تنفعل مع المايسترو من جديد، بدأوا يحسوا هناك قائد جديد نحن نريد أن نستمع إليه. اليوم حضرتك وأنت تتحدث مع هذه الفرقة اللي ربما تكون أكثر من 50 عازف، يعني كيف تكون العلاقة الجديدة الآن بوجود مايسترو هو صانع هو مكون وهو أيضا قائد لهذه الفرقة؟ شكرا، سؤال ذكي وجميل. الله يخليك. التراث العراقي به قضية مهمة جدا مهمة، التراث الموسيقي العراقي، التراث الموسيقي العراقي مستوحى من المعابد السومرية والبابلية، فإحنا موسيقانا مستوحاة من المعابد، أصلها دينية، أصل الموسيقى العراقية أصل ديني، لذلك إحنا على جدران المعابد هناك موسيقى وغناء. في الأختام الإسطوانية فيها موسيقى وآلات موسيقية، في كل المجالات التعبد هناك غناء وموسيقى. لذلك ما يسمى بالموسيقى الحزينة اللي يعرفوها العرب أنه موسيقانا العراقية حزينة، هي بالحقيقة ليست حزينة، إنما هي موسيقى لها علاقة بالحس والتعبير والروح الشجن. والتجلي وحتى أكثر من الشجن أيضا. تجلي روحانيات الأمور لما تكون روحانية وتجلي فيها حس عالي، فيها تجلي عالي، فيكون لا تخلو من الحزن اللي احنا نسميه حزن لكن هو تجلي. لذلك احنا اصل موسيقانا لما يكون بهذه الطريقه يكون المايسترو او يقود العمل ما راح يشتغل مع موسيقى مونوتون او تون واحد او سياق واحد. احنا موسيقانا تعتمد على التعبير، على الاصوات القويه والخاف منخفضة وعلى الحس التعبيري العالي جدا. لذلك هنا راح تعبير حركات المايسترو وحركات حتى العازفين راح تكون مختلفة وتعبيراتهم مختلفة وغناهم مختلف لأنه أصول دينية. وهنا مايسترو حدثنا عن خططكم المستقبلية لعام 2022 في هذه الفرقة، ماذا لديكم؟ خطط المستقبلية احنا عندنا
يعني تور مع الأستاذ نصير، راح نعمل جولة عربية. نعم. إن شاء الله الآن بنتفق على تفاصيلها، ممكن نعمل في مصر في دار أعتقد الأوبرا. أعتقد إن إحنا نتمنى نشوفكم في مهرجان الموسيقى العربية. ننتظر دعواتكم ونكون حاضرين. أكيد المسيرة. أكيد أكيد. يعني أنا أتصور إنه دكتورة إيناس عبد الدايم وأكيد هي مستمعة لكل الفنون، وجودكم في مهرجان الموسيقى العربية القادم في 2022 أعتقد هتبقى حاجة مكملة ومشرفة. إن شاء الله نتشرف. إحنا حقيقة مهمتنا أيضا مو بس يعني فقط موضوع الموسيقى العراقية وكذا، أيضا أعتقد إحنا مهمتنا ممكن نحفز الآخرين لما نقدم تراثنا بطريقة كلاسيكية محببة مقبولة جميلة وطيبة، ممكن حتى نحفز الآخرين. صحيح. من بلداننا العربية الأخرى أنه صحيح. شوفوا العراق كيف قدم. صحيح. فتفضلوا شوفونا تراثكم. حتى ونتشرف أيضا بكم في المملكة الأردنية الهاشمية. خلص هاي صار دعوتي أنا قدم. يا أهلا وسهلا بتنورنا وبتشرفنا. لا فلسطين طبعا على على رأسنا بتنورونا وبتشرفونا أنتوا ومصر و الأردن، وإحنا دائماً نعتبر إنه كل دولة من هذه الدول هي دولتنا أيضاً. طبعاً. وإحنا مكملين لبعض. إحنا بنعزم كمان. أكيد. على مصر أكيد. وعلى العراق طبعاً. وعلى الأردن. طبعاً. فإحنا بين أهلنا وناسنا يعني. طبعاً. طيب في الأردن هناك تاريخ عميق في الموسيقى، ويعني تنوع كبير جداً ما بين الموسيقى الريفية أو الفلكلور أو الغناء الريفي، وأيضاً الغناء البدوي، والآلات الموسيقية تختلف ما بين الغناء البدوي والريفي. فممكن تلاقي بالغناء الريفي السمسمية، ممكن تلاقي القربة، ممكن تلاقي فرضاً المجوز والعديد من الآلات كالشبابة أيضاً. أما في الغناء البدوي ممكن تسمعوا أصالة الغناء العربي الأصيل القديم من خلال القوالب الغنائية البدوية مثل الهجاني ومثل الجوفية وسامر. فدعونا معا نشاهد طبعاً. هذا التقرير من الأردن لنتعرف على هذا التاريخ العميق من الموسيقى والتراث. التنوع الموسيقي في الأردن بشكل أخص أكيد هو يعني المملكة الأردنية الهاشمية وموروثة الموسيقي، جزء من الموروث العالمي لا شك. فالتنوع موجود في العالم وفي الأردن بشكل أخص، هناك أشكال وأنماط مختلفة من الموسيقى أو الأشكال الأنماط الموسيقية. نحكي عن الموسيقى الريفية في شمال الأردن ومنطقة مطلة على منطقة سهل حوران، ونحكي عن الموسيقى في وسط الأردن وهي موسيقى خليط من الموسيقى الريفية والبدوي شيء ما. وإذا انتقلنا إلى جنوب الأردن راح نلاحظ أن هناك الموسيقى البدوية المحضة التي لها قوالب خاصة. لو أخذنا هذه الأشكال الموسيقية بالترتيب راح نشوف أنه في شمال الأردن، في منطقة شمال الأردن، هناك العديد من الأنماط الجزئية الموجودة في التراث الموسيقي الأردني. بنحكي عن الموسيقى الريفية، والمقصود بالريف هي المنطقة السهل والجبل بنفس الوقت. وأكيد التضاريس عكست هذا المفهوم على الحس الفني للمواطن الأردني، بحيث نجد هناك العديد من الأشكال مثل العتابة، الميجنة، زريف الطول. هناك أغاني شعبية خاصة بالمنطقة نفسها. وهنا حابب أن أحكي شغلي أنه ترى الأغنية الشعبية هي تؤرخ لوطن، تؤرخ لمجتمع، تؤرخ لأفراد مجتمع كامل. هذول ترافقهم غالبا الشبابة أو الغول والطبلة أو الدربكة. وطبعا حاليا احنا بنعرف انه صار الأورج، وصار الموضوع برافقهم الأورج والموسيقى المعاصرة. في جنوب الأردن هون احنا بنحكي عن الغناء البدوي،
الغناء البدوي طبعا له كثير قوالب، الهجيني، في عندنا السامر اللي ما بيستخدموا فيه آلات موسيقية، هذا ما نحكي من ناحية الموسيقى، فقط هو عبارة عن مجموعة من الرجال فقط، وبيصطفوا كتف الكتف، الكتف بشد الكتف، ولها معاني أكيد اجتماعية، الكتف بالكتف والقوة اللي بتعطي قوة والدفاع عن الوطن وعن القبيلة. صحيح إنه الغناء أحياناً يكون قصير الوقت لأننا نستمتع كثيراً، ولكنه يترك الكثير من الأثر العميق داخل نفوسنا. خلينا نشكر المايسترو علاء، بشكر حضرتك جداً على يعني هذا الإمتاع وهذه الفرقة والعازفين والآلات الجميلة، ونتمنى أن نراكم دائماً مشرقين، ويعني تبعثوا فينا الأمل والتراث والتاريخ الحلو دائماً. بشكر حضرتك، شكراً. أنا سعادتي كبيرة بأن نعرض إبداعات الفرقة لبلداننا وأهلنا في الأردن وفلسطين ومصر والعراق، وشكرا جزيلا لكم. شكرا يعني جزيلا. مثل ما تفضلتي وحكيتي، يعني اليوم المايسترو والفرقة الموسيقية الرائعة أضافت وأثرت من محتوى بيت للكل، جزيل الشكر لوجودكم معنا. شكرا جزيلا. أيضا شكرا لك المايسترو على مجيد نورتنا، وشكرا لشبابنا والأساتذة اللي حقيقة هم واعدين في المستقبل الموسيقي العراقي، إن شاء الله راح يشكلون ظاهرة مهمة بنقل الأغنية العراقية واستمرارها على ما كانت عليه. دائما نقول الزمن الجميل لا ينتهي، مستمر إن شاء الله بوجودك وجود الشباب. شكرا لك. شكرا جزيلا. أيضا حقيقة خلونا احنا بعد وصلنا مسك الختام، نورتونا ببغداد، شافكي هو بلدكم طبعا، وشهد نورتينا، إن شاء الله كل التوفيق في أول حضور لبرنامج بيت الكل. فعلا شعب مضياف كريم رائع ما في منه، الشعب بلدكم. العراقي فعلا شعب مميز جدا، بلدكم هذا. وايضا ياسمين طبعا رساله فلسطين المهمه اللي تقدميها دائما في كل حلقه، نورتونا ببغداد ان شاء الله وكل التوفيق. وانت كنت يعني اكرم مضيف لنا، شكرا لك، زميلنا واخونا وصديقنا وعائلتنا الحلوه والكبيره. وانا هاي رساله اكيد مش بس من فلسطين، هي رساله من مصر ومن الاردن. لازم ننقلكم مشاعرنا من اول يوم اجينا فيه على بغداد، هذا الكم من المشاعر المتناقضه والمتداخله، علشان تشعروا بالاحساس الرائع اللي احنا حسينا فيه بزيارتين لبغداد. جئناها محملين بكل مشاعر الطفولة، بهذا الكم الهائل من الموروث الثقافي والإرث التاريخي وقصص الحب التي همنا بها. تفاجأنا من كم الجروح والندوب التي خثرتها، وتفاجأنا أكثر حين رأينا مع كل جرح وندب شمسا ذهبية تسطع لتصنع معجزة اسمها بغداد. بغداد الخضراء التي ومع ألفياتها السابعة أو العاشرة علمتنا كيف تنقش على اليابسة وينقش على الماء معنى العزة والكبرياء. بغداد الجميلة التي لخصت معنى العراق الأوحد، العراق الذي لم نعود ولن نعود كما كنا منذ أن احتضناه، هو العراق الذي ترك فينا سحر الزمان والمكان، هذا الاحتضان الذي هو احتضان التاريخ، احتضان الفيلسوف والثائر والمحب والعاشق والصوفي، هو العراق بكل هذا الجمال، هو السطر الأخير واللحن الأخير واللحن الأجمل. الله. دمتم بخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي بيت للكل، على هذا الكم من المحبة لدولنا العربية منودعكم ومنتمنى لكم يوم أجمل وتاريخ أجمل ومستقبل مشرق. دمتم بخير وفي أمان الله.